أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبوه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. درسي ينحوك بالله يا آيات koji tom na suratu An-Nisa. Šalaj vahanu soddu istagnej al-ansiba al-muqaddara fi kitabillah walil-varatha wal-varithin al-muqaddar lahum samiyada kaladduan rabbi uqon dey datka yugu marka warisada'a. وعن صوت الماني إن في كتاب الله وفي سنة المصطفى مركا لأوروريو إن أيهي وحاوح لغو قيبيو لغو ساميييو لح الباد وكلاء النصف هي الربع هي الثلث هي الثلثان الثمن السدس انت إلينا دافسي سنين. وحن كلا صوت الماني رجع واحد حليائه إنيهن طبعا، والوارثون من الرجال عشرة فأسماءهم معروفة مشتهرة. سيد أوليه الرحبي ما الرحبي سيد كقرا في منظومته انت واحد حليس حق دمك مرك الله جهل لنا إنيهن تضرب إنيهن. وحن كلا شاي سود الاستاجني حجم ذا كذا بيسا إلا يراد للذكر مثل حظ الأنثيين. يا ظهر يا رامبا أرك يا أرن رب العالمين وقدومي أني أديك أنا مجال أم نوقف الرين إن أن عقلي جينا إيمان كان جابا أم كجب جوسينه أو أن نراه محاسد الله قال دقي هي ذا أرن كوسيا يا حدنا ما كي عقل جابا أو كان أه للرب محلو صلايو وحن سوف فهم نحجم إن يتحجم هذا لو بلارا ومدة أني عقلي جابا أن كهري أنا قف كستو مؤمن مسلم وكهلي كرب، لكن مرك الله وصل الحكمة الربانية التي إليها ترمي الآية وها وحكم كان آية يا الله سبحانه وتعالى كتاب كيس أو كل شيء مرك الله أبحه وحل قياسي كرا لفهم كرمه هذا هدي إسداء أي تاي وحامر مرك سديد سامي هالبيجو قرآن كوماشة ودقي وحلقون دي ضد جار ورثاء مدبا إسو نص كل دحلية مدبا ربع كل دحلية مدبا ثمن كل دحلية ثلث ثلثان يسدس قلوا بقيتي ذي مكالاذا. وحاك الله صوت الماني إن أي جيران ضلوا مع أصحاب الفروض ضد ليري ولو الله سبحانه وتعالى أيا الشيء قيت إليه إن ضلت الما مع صلاة بمعنى الرجاء أو إحماك ماشا كسوها ريء بمعنى نقون كران أما تعصيب مع الغير تعصيب بالغير تعصيب كلي يقين في الفقه ما كلا جوج. وعن الله صوت الماني أنت أنا ماشي جوجني أحكام إليك جاريهن الإخوة لأم وإنه من دون تأيدك وحكته الإخوة لأم وأه المسألة
مشهور في الفرائض مركز الجوغو المسألة الحمارية والمسألة الحجرية أو اليمية يكون مجاوان علوم الله تانا وحيتهي مسائش أن شري أفكا كسر دفن واحد هذا هذا ربحنا مكة ما دام أنه رنتي أن سود الاستعنة أرر جود أو افتيمين كرتا آيات دي ماشي أسرع طبعا مكة وبحنا آيات دي تفكيكين تي دي سسار كي دي معاني مكة حن باصنتها الله مكة يقول يوصيكم الله إلهي وإذين دردار مايا في أولادكم أي في شأن أولادكم وفي إرث أولادكم أولاد ديننا أي إذين دردام رب العالمين ده حال كودا وأيضا من الظلم مرة لكن من شرحين أو شرح إذا مرك إنه الرحمن الله سبحانه وتعالى مرك يقول لي تاسبوا إذين دردام إذن ظاهر الآية وحلقة قالنا يا إن ميراثك للجميع أولاد أولاد إنه دحريا أما هنقض المؤمن أما هنقض كافر وسيد آيات يوصيكم الله في أولادهم بمعنى أن يوصيكم الله جل وعلا في أن تورثوا أو تورثوا أولادكم إن رحل سيسان في آيات هذا هو مركة لكن سنة دي بخصصتي وحصائر الحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم مسلم قال ما دحليه قالنا مسلم مدح له اذا مركي وما حامان كان كسو دغدغيه ان اولادا للشيغيو سدا اياد اي اوتلمانتي سي كدول اني جيرتو او سنه اي واحد تخصيص سي معناها سمك فهمنا اذا هو معناه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم اوتلمان هذا المركي اللي راي في اولادكم حاسو غليه كي سو مكا اسير كاها او اي تحابتين مكا قالها قفاشين وكعنت اي كدغان نكا اسغا ما دام تعلم حياته على الإسلام انت اللي أجيها وإنه النول يهي ولينا مسلم ويهي بحلك وليه واسدة إقران كافة أهل العلم هدي قفك اللوايو ولا قرم وايو ماشا وكبضا بايو وأن لأقونين يوري وعالنا أنا لوهين وأن لأقين لكن علماء المركب حين أصل كوامحي إن كان نربا كأقين أصل كمحوية إنه مسلم يهي هذا إرثي والله إقيتي سوى الله قندين ما بمكله إلا اللهم ما حكي عن النخعي وحل يسو حكتي أرنكا أرنكدون أوليها أوليها فلا يرث الأسير نك يسوى لقفا شيء إلا تحابتي أو قالوا أجعنت كل جان كاما دحلي مسألة سوى مكا قضاء مكا أوليها هذه لكن علماء مكا حيرا هذا النار اللي قوء غينسي حكم كي مفقود كون قنية إذا القرآن كأما الدين توحي الشيء تباب الإرث مكا لجوه المفقود حكم قابل ليها من علمت حياته أو علم أو إنه نول يهن حكم قابل ليها سيدة الخنثة المشكل من أحكام قال إليه قرأ عن دول مريضون إذن آيات المركة هنا مركة عموم الآية مسو قال ميراث النبي صلى الله عليه وسلم مسو قال مركة معايا النبي صلى الله عليه وسلم وحيري لا نورث ما تركنا صدقة إنك هدان أنبينا هاي لأنه ما دحله وحانو كتكنا وصدقوا رسالات ربي وسلام عليه في حديث مكة كم قد أنك ماشي سنودين دون هدي إليه سبحانه وتعالى إلى إذن هنا علم الله وحاكرا وما أردتي أن أبنى هاي إرثك وحديدة ويمنع الإرث واحدة من علل ثلاثة رق وقتل واختلاف دين وأتي علم الله إدهان أظن ما ماشي هدي أي جرتو دل هدي وإيمان وأنك وحدح لها أوارثك أدله معايا قاعدة الأصول ياتمي فأهي من تعجل وقفك يددره ويعني وقت انت لقارن أو كنت دقدر قبل أواني عوقب بحرمان لسين ميو يعني حرمانك كان ومليونير وأبيه وولالك وحرم وإنه ماشي إنه كتخلصه وحواليه ماكا أفكا أدكتو لأنه قفكا سوكا لما دحضر إذن قاتلك وكا بحي كي وحد لي وحاب بحي كي يسو كافر كها ماشي وحاكا بحي أدنا رقي وماشي إليهن ويمنع الإرثة واحدة من علل ثلاثة رق وقتل واختلاف دين معاني مكة لم يتكلم إذن هذه ومعاني مكة أن بلغة نون الله سبحانه وتعالى مكة عليه في أولادكم ماشي مكة وحصوك قال كل مولود أو مكة جوغة موجود هنغضو 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 أما أورك هايها كجر أولي يا مصابح أنت مكة وشوك قال إذن معناها مكة التي ما نصوص مكة لفهمك في أولادكم مركة ليري هدانا
نسك وحا كالو لغا فهمي كرا لبي لدقب إني آيات وأي كلان سو تي أو عدة بحالك لغو قولي يلي آني أهاني لبك ديدي جانا مركا أن لقع بمعنى لفقينين ولا بربحينين آيات مركا لغا قادر وهذا ما إذا ذلك من الأمور مركا نوع إيمان دونتا إذا معناها آدمي ومعناها سو مركا شملين يا الله مركا بيها دانا للذكري كي لبك أها وحا وهذي مثل حظ الأنثيين لبدي دديك سامي جودة أو كلا يا وهذا أنت إليه أو نصيبة أو إله سبحانه وتعالى أقول دي بوليه ذكرك أو ذكر وضبها دول لبي هاي لبا دديك أنت قادنا بقادنا يا وشل وصوت الماني ونسود الاستغني محاكا ضمبايا ونقنها ما دام مكلف بالمؤنة ويهي نكي وهو لبضا إيسوغيا ولا ربا إنه قولك أبيله لرب إنه مهلك وبيحيو هدي دي ماشى اعتماد على العاقل اللي يهرج بحين لها ويكجره هدي للي هي هولا بالله صمانة يا أمو نوعا ما مشاريع إسلامية جثة مروا نينك الرقا وإنت أسوى مشاكل إنت أسوى تكاليف أي دول سارنتها قبل دينا واحد عندي إذا سواء قال إيوه ما إسكال دي قانا يسو واحد كان بيتها أبسط الحكم التي بإمكاننا أن ندركها بعقولنا القاصرة وعقوشنا القابة أن كفهمك أنه إلا للأمر حكما إيو بعد الآن أين فهمي كان حكمي أو فلسفي أو اقتصادي أو سياسي ودينتو مكا أي شيكتي إذا ما حانك الله داني إنت أين كفكر بني آدم بانها إنت أين كفكر ليش لوسيي جوادا إيا لم حال لوسيي أقل من الرجل إن كير إنت لك وقالني كو أن يسوي الدين مركو هرت من أحلي جرتي هل كانت تورث الجاهلية هل كانت تورث كانت محرومة مهضومة الحقوق أسلم لمن أحل سينجري حق إذا لقيت منجري ولا دوسين جري هذا إسلامك مركة تكريم بأسمي وصار رفعي مركة وحا أرنها كان يائس كلها ذاتك شالت حالك أدي ذي جري رمتني بدائها وانسلت إياك انتي أدي ذين وقواني مال انتي ديان يريها حمى وإلى هذين الهدوسة ننك فرس آنو فولد هم نآنو قاد علنا آنو دعين دقالنا آنو قلن شنن قعنت اللي هو قلن ما دامها وين إذا هوش آني قدن كرن لسين ما ذاتك يري وعلا أنها مركة القرآن كما يقول أحبابا لسيير على الأقل أحبابا هشام هذا إن قسم يدي إسام يدي وكير هذا كان منك حكمة هذا كذا بيس الله سبحانه وتعالى هذا نقول في يريد فإن كنا هدي أيهين هوانك وأمكو وحدح لي نساء هوان هدي أيهين هوانك صو فوق اثنتين لركبضا هدي أيهين فلهن وحا إليه ثلثا ما حوله وهنتذي سدح الضلال لبا الضلال بينه ترك وكتك ميتك يعني بمعنى وحي ليه لبا سدح الهاص دقيق يعني لبا وبمعنى سدح اي هاص تال بيليه سدح الضلال لبا الضلال بيليه وإن كانت هدي اي تايتي وحد حليسي واحدة ميتك لي هدي اي تهانا فلها وحي لاذا النصف مال كبركي بيلاذا إذن هنا ماشى أيضا قرآن كوحو رب العالمين وليه هدي اي واحدة اي تاي وحال ليه وحال لسي هاف بالسي وأشار وصوت المعنى يا نصبح كل حلا وحاوه الرأي بمعنى البنت وأه إن أنت أودري ميت أودري إيه بنت لابن هي بمعنى وأه لو لجيه وح مكة ويلك وسو نسيدا وح يسيدا وهكذا دوالي مد وأوه ويا ويسيس عنيسا وبنتي كلي كم جارة البنت إيه بنت الابن ويسيس عنيسا الله هاس مكة ويعتبر وإن نزل معناه ومعناها مكة النصوص مكة المات هذا أيضا نيكي أكور قلاي روح أصوى بحي معناه إن إنمتي وميتك ودالي وكدنتي إني هاف إلا ذا وفرض هذا أيضا روح أكام مقاتاها دي أي لبك بديهين بأيادو تلعرك أيضا روح يتري هذا أي لبك بديهين حالسي ثلثين بالسي هذا سؤال إيمان إساء روح يتاهي لبك بديهين حالك يليا وان قررنا مركي ميتك ليا أي تاهي إني هاف لذا وحان كلا قرنا هدية لا كبدين لا قرنا كبدنا كنا وسدح يكر وضاف وحيلين ثلثين بيلين أو سدح ضلال لا ضلال بالسينة كمان هدية لا بيه ماشي حال غيره علم هذا مركب وحيل هذا هذا نص كاس قرآن كنا لا جوه هي مسمية علم هذا مركب وحيلين سدام حال ورح السينة علم هذا مركب وحيل هذا فرض منصوص أهان لجو مشين في القرآن الكريم لكن يو حتى وحيلين ثلثين بيلين أم حاول دليل ككيني كوحي لنا الإجماع قولك لكن إجماع هذه لها مردود محالة سيدة صحيحة ابن عباس وحالة الشيخة البنتين
بروح وسيه ابن عباس بروح وسيه الله بلاه دميت وكتي بروح وسيه هاف بوسيه إذا الإجماع ماشي مكة مجرو وآيات مكة وحي ترفع إن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك إذا آيات مكة شرط وجزاء بير ابن عباس ليه فلا أعطي البنتين ثلثين مصينة بير بنتين ك الله بلاه هديه ثلثين مصينة أوحي قاضنا يا مشاب وحكلوا لي ما ثلثين محاولة مصينة وحاولة مصينة بالقياس ويلا يا قياس قاضنا لا ولا قبضات أي ميت كلام لا شيء لا ولا لها كوا ولا قياس قاضنا يايو قرآن كواتن وقرآن كله وله أخت فلها نصف ما ترك لكن قرآن كله فإن كانت اثنتين وكبيه ميت كلام شيء فلهم الثلثان مما ترك والله من ضد تاصل تاصل مرك الراعين أنا مرك عيلة لي إذا مسألة توريث البنتين الثلثين هي من باب الإلحاق ليس إلا دحال سينتا لا دحال سينيو لا هبلاد إميك وكتجي إلا دحال سيو دك بمعنى سامي وذا منصوص كوي هذا هذا قبل هذا هذا شيء مسألة الإلحاق والقياس ولا هل إيش سيئ مويانه لكن نسق عن مكة ما يشمل إذا آيات هذا مكة لا يفهم بها علماء مكة مكة وحيرة علماء مكة وحيرة أرين كان معترض ولا معترض ولا جسور جيدا ليش لأن أرين كان قرآن سي قيحا قرآن كأول عدى على خواض بكه ليه كما هل بنتين صب بنتين صب كما هل وحكى لي ما يأيده وحمو الجنية بمعنى هدي مر ليري هدي ميت كلية ايتها مع اخيها ولالكيد مركة الى الجرتو ثلث بي قادان ايسا هدي كلية كل نقطو ماشي مركي وحانك قادان انا ومانك ونسينا يا هدي اي نقطان ثنتين ثلثين الى الليين اذا اركاد وارك وكتك مقالة دي وكتك اسماعيل القاضي يرك فربضا وحال ليري مايا فوق هذا ماشي تلو الزيادة وآيات بحيتها فإن كان فإن كنا نساء هديهين فوق اثنتين فإن كنا نساء هون هدي كبدل اثنتين لا هدي أيهين فلهن ثلثا ما ترك فوق هذا ما كان معنا ملها هذا كان مكة وحا كنت تجرك وحي لم يتابعنا كقوله جل وعلا فاضربوا فوق العناق واضربوا منهم كل بنان فوق العناق فوق معنا ما صمينس ما كان لليه هذا قرعوا إذا أرن كان النحاس أو ابن عطية ورقة هنتي حقا لقد مكة ليرا هذه حقا تفسير كآديات هنتي وغفر الرؤوما وعيرا ذلك كان أرد معقولة ما محال إسان أمنا في اللغة العربية ظروف مكة الجوبت جميع الأسماء في اللغة العربية مكة الجوبت لا يجوز في كلام العربي أن تزاد لغير معنى صورة قل ماها باب ظروف مكة الجوبت إي باب الأسماء مكة الجوبت إن الزيادة ماذا أيضا معنى ما يشأن يجن إذا فوق ما معنى وضط هذا الكابي مكي يرهدين وبمعنى ومعنى مكة قال إذا قلنا مكة مكي معناها اهتمامي وحي يرهدين هذا فوق هذا الزيادة مكة ما نقوم كرت وحي هاتبا وحان ابن هاي في أقسام تمركة ديب لوغو لابتو إن معناها آيات واهتمام يسئيو ونهدي لا رأيهين ثلثان إلي إليهين هذا النص أهين هذا يتهرى نصوص تمركة إلا كفهمي كور هذا القرآن كمركو إيا كهر مثلا كهل وقالت المعنى في أولادكم هذا نوحة ما رب العالمين يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف وحال مدى مكة لحال سينتو إن يؤذي الدائرة كنت يكون حوريه يسال الله بيددك لكن وحال إمان كرة حالة مولود كلا للي لا مال مال لحجين كراي آني الجنين أو نقول كره خنثى مشكل واحد هان علوم الله أو بمعنى حق ولا يبكي وانتاله راعينية علوم الله مركب هنا في أولادكم بسوق عليها إجماع علوم الله وحوله كوب جنتمي أنه يورث من حيث يبول ماشاء وكاتشو أي عند حالك ما لقص علينا هدي وابتي نوع ما نك رجع ولاها وكاكالينا تابع الأول حسينا يا هدي تي دديك وكاكالينا تابع الأول حسينا وحيك وحرن تهدب ماشي وكاكالي وماشي علوم الله مركب مسألة أي اعتبار مركب في هاي كذا ماشي كاتمال إذا معناها مركب حناش وجاب حنا قولك إنا دهنا مركب للذكر مثل حظ الأنثى مع نوصل بح مركب راح حسين ماشن أو بمعنى ماشي هدي مثال ساق هذا ميت بعدين تي سدحكم بوكتجي ويلكوا حقادنا إمسة وحقادنا الله وحقادنا قبلنا إمسة حقادنا سايقنا أنت بقادنا وهكذا دوالك إذا للذكر مثل حظ الأنثيين هكذا وصلنا هذا القرآن كما نقول فإن كانت اثنتين هذين لغيهن ثلثان كابا الله سينا يا ومعناها سمكة القدر رسين هذين ميت كلية انتهانا هاف بإلا هذا انت ماشا لقو شاقي ووح منصوصة
النصك يعد لهاي أصحاب فروض بالغو مقعبة بالغو مقعبة أصحاب فروض أو تعصيب مركما هذا القرآن كوحي الوالي أبويه ميتك لبدي سوالد كب ميتك لبدي سوالد وحاو أهذا كبدلو لكل واحد ميتك استوحاو هذا منهما لبدو ذا السدس لحضلال ضلال باو أهذا مما كي حقي بوغا هذا ترك وكتك ميتك وقارمة إن كان هدو أهذا له ميت وهذا ولد ولد إذن أبي هويو وحالة دحال سيي سدس وقارمة هدي ويل كان أي دلان أو ما معنى مولود كان أي دلان دنتي هدو وكتكي ولد وكتكي ولد هدو كتكو ما حوله المكا سدس من قانيا فإن لم يكن هدان وأهان له أن وأهان ميت كدنتي ولد ولد أن وأهان وحا أن دلين ووريثه أين دحليان أبواه أبي هو دحليان ولد ماشي مجو بصمة فلأمي هويدي وحا إلى ذهي الثلث سدح ضرب ضرب بلالا هوي مكا وحيسو قاتي حقا لي ثلثك هضرب ولأبويه مكا لي رابا وحان أماني كسو برار جنة شالي مركزتو أبويه أخته أخيه ابني هذا ما يشكو أهل تباب الفرائض ميت كضمير كوعلي وبمعنى إشكال يانو كاقل أبوي الميت ونيك لرحلة يا أبوي المورث كا أولي أبويه أخت الميت مروا لما يشكو علي سيد مسهل نعتمك إذن معناها أيضا مكو حيث المانت السدس إذن السدس مركز جملة مرفوع على الابتداء وأصلا إذا ليروي السدس لأبوي الميت السدس لكل واحد من أبوي الميت مبتدي يبدي ودعي يولد مكة معناها سيقول عيسى وأنا مكة ماشي سلة هذا أيضا مكة الله سبحانه وتعالى وحوت المامي هدي ولد وجرالي ولد هدو جرال سدس هلا السيو بمعنى ولد كمكة ولا مجيس لمشي ولد كي ما لبا مسددي إذا وإسمي ميت هدوب فرع وارث وكتبه أما واحد وكتبه هنقضه ويل هنقضه أنا جوار هم نقطة عدة دون تهم نقطة مر بهذا فرع وارث وجره أبي هاي لكل واحد من كستوى سدس كيسو لي عيادة ما كان عنها يتمات يعني مثلا هدي نين بعد التي ركتجي ويل بكتجي يروح كتجي أبي هاي كتجي حاسين المركة أبي هاي حالة سيرة ميت قلب سدس بالا سيرة إذا المركة أنت صاهرت يا إسكال المركة سدس المركة قاتان لحضرة المركة ضلا وسي أنت صاهرت أمس ويلك إسكالمك أنت كلا سجع مك جعانت اليوم جلينا هذو كتجا مثلاً ركتجي ميت بعد التي ركتجي إنام قبل ركتجي يا أبي هو ركتجي إن أنت مثال سينا ولا حديث صامة نص بعد سينا أبوين كانوا حال سينا سدوسان إذن ابن ومرك وحي سوى تعصيب إذن وح الله وحي صاهر فأل بحال سينا فلي أولى رجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر هليش السية سامير بحلسين تهليش السية ضد كمضان سية وحي صاهرة لصاهم بيؤان ماشي رعسنين فروض وحي كصاهرنا فلأولى رجل ذكر لب كان أغم ذا الميت كهل السي إساقا قدوي أنا معناها مكا أيضا مكا يتمان إذا ما ماشي مسألة التعصيب والنبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن يقول له فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه إذا ماشي محال الشيء إن لبدأ أبوين إذا ورثاه أن للأم الثلث وماشي معنى هذا الاتماع عيادة ورثه أبواه إذا ماشي محال الشيء قاعدان مثلا هو يدى ثلث بالسي هذا هو ثلثان كان ينتو تقيا مك هو يدى دي ثلث لسي حوالها صدح ضلال مك ضلال لسي لو ضلال بها الصهر يا إسكال أبها إسكال إذا ماشي هذا نعلى هين ويقيم الحقوق قاعدان فرض قيم الحقوق قاعدان تعصيبا إذا يجمع الأب لو هذا قيمه بإسراء كل سنة فرضا وتعصيبا وكل حلايا وفرض كان وليها تعصيب انت كان إسراء مركة قادنا وهكذا دواليك معناها مركة عيادة مركة موقتة وماشي إلى مركة ألف هذا وحي علمه السويديا فإذا ذا أي لا ذهي إن وونا لغو صدر إلا القرآن في غير القرآن يحنيه كرنا فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه ثلث ويرثه أبواه أما يرثه أبواه فلأمه ثلث في غير القرآن إنه أنكرته ووضع ماشي حال واكيان إذا علم المكوح إليه وحرية زيادة وحال الرمائن لعدايه أمر ككل إنه أمر مستقر ثابت وحسوغل إنه أن لقال لي حنكل
يعني هو شيء سوغان سيدا مثلا لو يري يكر للذكر مثل حظ الأنثيين وقاعدة ما شطاب باب الفرائض انت كل جنة أردن لب يلدي مركة وحلا قيبنا هبك رب العالمين أقيبيا لا قيبنا إن وارثه وأبواه مركة وحلا قد قاعدة مستقرة ثابتة مضطردة وأن كلا قال هنا في جميع المسائل الفرائض لود رسينا معناها ومعنى مركة ماشي سلا. إذا هنا ومعناها اهتماما بعض العلماء جزاه الله عنا الإسلام خيرا قال كود مكروح حيلين إذا ما شاء حال بابا كم بغضة فإن لم يكن له ولد هضان وهان وورثه والحال وريثه يعني وعد الأحلى سنة قال مرة بمعنى حال مكة ماشي تاجو هذا نفى لأمه ثلث آيات مكة وعلى أنه هو ماشى انت صلى سيني كسو قد والله سبحانه وتعالى مكة وفير فإن كان له فإن كان هضوء هذه له ميت كهو هذه إخوة ولا لا هدي وهذا ولا لا إسرائيل ما كان هذا شيء فلأمه هو يروح إلى هذا أي أم الميت كي دنتي هو يروح إلى هذا السدس لحضر ضلال بلد ولا لا ماشي هو إذا مرنا واحد تلمان هذا فرع وارث أجره وحيكون له شيء سدس مركي أي جيران حواشي أو إخوان أي جيران سدس بيكون له عند عدم وجود الفرع الوارث مركو سنجرين ثلث بيكون له هذا مرك مرة حركة يسا حجب أو آه نقصان بسوق جلي ومرنا هوس بقول عيسى مرنا قرب يأديسا إذا حجب جا كان الله شيء جي وآه حجب وصوشة إحنا شرط أو آه هو يدي حق إلى هيد أو أي مضني إن لقى حجابه أو ثلث إني هوس ورسول على سدس أي كنتو وماشى الله مرجع حجب النقصان حجب الله النقصان حجب الحرمان وحجب نقصان مرنا وحلاقي يا رب وارث جوجا سببتي إن وارث كلا وابر ربحي وحبا أن أقال أو حلسين مرنا على غيابا أنت أولها ما دام هبل ماشي وجوه هذا هو يدوك العرق ولا لا جوغة صوما سودس بيلاده ما جوغة صوما ثلث بيلاده هذا إخوة يوني صوما سودس بيسوء أليسا مرنا نقصان ومركز سوق أليسا وهكذا دوالي إذا علماء ما روح إليهم روح إجمع كويهم الله ولا الهدي ماشي جوغان إنك بضا أما الله هالنقذان أما ددي هالنقذان هدي بأيهم من أب وأم وأه كوا كأب كنا هوي أميك أما من أم من أب كأب هدي أيهم أما من أم أيهم كهوي فسدح الحالات كأب كهوي أشقاء إخوة لأب كأب إخوة لأم كهوي هوي ذو إني ثلث إنتي كسر الدجان سدس ما كان جارسينيا إنتي كسر الدجان ثلث كيف كسر الدجان من حين جارسينيا سدس أيضا ما شسقوا عداه إلا اللهم ابن عباس قول لجوري مويانا ولا يهي الله هدي أيهين في حكم الواحد أسكو حكم إذا ففي هذه الحالة معقول ماها هو يدي مركة أقل من ثلث إلا حجاب من ثلاث وحكير ما حجاب كلام بقوا ابن عباس وأنا رأي مركة يسوي مركة ولي إذا ومعناها ومعنا علماء مركة إيديان وأنا جزاهم الله عنا الإسلام خير مركة لموجنا وباش نحا كجر مركة خلاف كأه ابن عباس مركو مسألة ساء وصو طرحي بروح الإسويدية قرما جامع رديه كرا قرما سلديه كين ومسألة ما يشهد له باب كيد له الديني هذا القرآن كوحيري من بعد وصية دردارا كقضال دردارا كاسو يوصي ودردار ميميتي بها ودردار مي أو دين أو بعد قضاء دين أي من بعد وصية أي من بعد تنفيذ وصية دردارا فلنتي كقضال دردارا كاس يوصي ودردارا بها دردارا كميتي أو دين أو بعد قضاء دين إذا محل لي وحن انت لقيمين كهر لواء الرموت با كهر ري كو ميتكو دردارا بكتغي دردارا كي سهلا مير مريو ميتكو هدي وغريم أها أو قان لقو لها أو عيد وقام إسنانا عيدي قان تلاهايت الدين تلاهايت دين كو الهلسي لواء لا تلاواء مركا لقطة ما لكدين أم بالله قيبينا يا يلا الله بالله ولي ماشي تاريخين ميت حليسين لقيبين ما إذا معدقة بعدقة ما كمعنا سوي إنه وصية إذا نكرة أبا وحا موصوفة ويوحا صفين جملة فعلية كدن بيس يوصي وفعل كيدوها الميت وماشي مكان كجر يلا مبني لمجهودنا يوصى بها أو دين غير مضار آيات صوصة تنوي من دونتها إذا ما قرة أي قبان بمعنى ابن كثير أبو عمر ابن عامر عاصم انت أي قريم وانت سؤال شيء ما يساوي حتى ما الحكمة في تقديم الوصية على الدين يعني محاكة يعني وصية وصية هذان كو يلا إفنو دقوا الله
قال أنا وارث وحبيب أحلايا نصب سوى أراري لا وصية لوارث هدو أحلايا لا مطر دار ميت اللي من كان عد أنت أقارن لها إله سبحانه وتعالى قوي ما كأي كلام بني أدر دارت لكن مركو أروح أجري درت كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ومن بدله بعد ما سمعه فإنما إثم على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موصي جنفا وإثما فأصلح بينه فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم سدح هذا آيات الله كهر ريس آيات الله صنك في سورة البقرة وحن سود الإستاغن إني من سوختها ومحالا قلنا سخي مركو هل ميكو دردار من دير آبه إنت هلا سيء ويلك أن دال إنت هلا سيء إن أنت إذا إنت هلا سيء حاسكي إنت هلا سيء نص ما كده ما واحد لا وصية لوارث قف كده أحلى وما دردار من كت وصية الله ما حمارك ميكا كان إنتو صدمن بو حق وحقول لي هاي حوليه سمارك سدح ضلال ضلال كامل إنه صدق أي سنكر ودي كرا هبل هلا سيء سيء ده كأنا بحل دحلي دوني نوكر مزيد كان إنت هلا قدره ذلك عن إبعاد تيسان ساها الله سمي وقف كان ماشي هل قدر يسي ويبانانته وحانا الوصى لنا حديثي ساعد ورقو النبي صلى الله عليه وسلم ويمد قل يا رسول الله وحانا هنين هانتله عدك لإدح ليسان مالها إلا إنان أن دلي مويانه حوله يمحان كي يليه كده النبي صلى الله عليه وسلم واتي هذا الدير كدب وما نص ما ثلث واتي لو لبا والنبي صلى الله عليه وسلم مركب وثلث كثير إصغال ثلث كحتاوى بدين ثلث حتاوى دردان دواء بدين محايا النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس كوا أديك كل حليا إن تكتكت يجوا هضمن بخير بدل إنت تكتك له يجوا عيرها ضدك دور سنة جعمه ورسنة ما كحوجاتك يقول النبي صلى الله عليه وسلم شو حن كلا سوف همني أيادي جدا بيسي ما كان كسر هلنا ولخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ما كان ماشى للجوع إن لا رح الله بأن قام كرتقف كموسى قدر دارمي موسى له كان لا قدر دارمي إيو وصية دي إن إله سبحانه وتعالى وجب قد تفسير تفاسير تكمل إنا أهلنا وسوف أهلنا هذا بس أشي ما شاء الله حي تعيد أيضا مركا وحي هر مرسي الوصية على الدين وحان أبن هاي الدين كإنه هرية إجماع لكن أيضا ما كنت ما مسوي حي تري أرتا وصية لها بقول بيو دردارك ميتك كيف دي نروح على ضلط دي ديكي كو دردارن كيسي كد من الديكيس آيات صاصي قراتبت وحان سؤبنا إجماع مركو ميتك وقلت انت وحا أبوه الرئيلا حوليس لغا ساري والديكي وريا وحا كل هوب بللي انت وحا لقيمين هدو السيدان لغي الله تنوي قصالة حديث بأوكو الليها حديثي حارث علي اللي قولي أن النبي قضى بالدين قبل الوصية نبي انو ديكي قذي انتو صندردان كانوا قذن مركو سؤال ويديوحي وأنتم تقرون وصية قبل الدين أما تقرون واحد إنين كان إنين قرن إن هتوصيل الشيء يسمى حالة غيرية وأنا سيد عمل ككوع عند عامة أهل العلم إذا علم الله مركو حينين هضرة حديث كلام تماما الدين قبل الوصية وليس لوارث الوصية دين كأي الهرمرين يا أنت تدار أنك لفولي قف كوارث كان وصية ملا هضرة حالة غيرية يا ده علم الله مركو حين الشن حالات بيكون توجيهين كوع وحيد هذا هنا لبعض الهرمرين ترتيب لو لم تجيدينه كل لفظ أهانوي ترتيب لقى فهمه بعنا وام حي معناه إذا ما ما كان لنا من بعد وصية أو دين ما كان ليها إلا ليه دينك وصية الله هرم ريو دينك دي بقول على قى فهم ما أي كلية صعبة كل عادي وقول أقواسها كميلة شيء بسيطة مسألة أقوله جوات الله ربي ليه ما ما دام وصيني أن دتك أني كوب على رجلي أو نوعا ما أو أنا دتك أني دنيني أو حيكون مشكولا دينك أيتها وصيني أن أنت كوه ولا يسكيرتها نوعا ما قف اهتمام سيني أنا مجرم أي واحد للرسية واحد لفظ السماء هنا بمعنى مركي وكدك دجا إذا معناها ومعناها ولا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة معنيه وفقسان قلت سيد حبيب اللي هي وحلوه المريي آدي آد بي وبضنته دل كنوا شاب إذا بضنا وحاب بضن قفك الصهانتي لإنه إلى هذا وحاندر دارنا لكن أنت الدينك اللي قول لي قفك مركو هانتي قول لي إن دين اللي قول هذا وشاب ما دامت تنو أي بضنته إذا الهرمري حالها النادر كان ممر بعينة إذا ما كان لما طنين أدب الله دي جوات أفراد حلال هذا علماء مكة إليهم إذا هنا وصية وحظ مساكين ضد مساكين إسكال لأن ميت ضد بأطر يا ولي هبل أنت هلا سير هبل ودي بقى تيس أنت هلا سير لكن ديك يا إسكال حظ غريم ونن قال لا قاتي نن كان ملك السوق مرة محكمة مرة إسكال صوت عصانة مرك ما دام إني حق مسكين ويا حق مسكين كإن للدفاع يا مضيت وحكي للدفاع يا قول كشانات بمعنى عليهم
أصلا وصيده ووح وقفك كان نفسه دي سحق إذا كسر قاضي سجع كان لكن دين كسامة والشيء مؤدى أما هجت أم يعني أما هل جودي أم هالشيء أم يوسف الشيء يعني وامد لجرة مرة بابا أما معنا إلا يلي هذا مثلا نيكا كموح الله للوصية أو للدين من يتابعه قف متابعيني ومحكمة التجري أو في القرية لكن وصيتي وحلاقي قف كين هو مطر دام الدين وسك أمس إذا ما دام أن لدنينين هذا لا أصلا العلماء ذي شيء وحيسكت دين وحيسوده وإلا ترتيبك كلازم ما أما ترتيب كل هذه ما يحق الله سبحانه وتعالى أيضا مكودي إذن هنا مكة ولذلك ثبت بقولك أصلنا الإمام الشافعي وحيلي ودين الزكاة كو دين الحج ميراثك الله يهرم مرينا يا وأقواش الإمام الشافعي من هاج كان مكة قرني الله سبحانه وتعالى مكة وحيلي من بعد وصية أي هذا الأمر مكة ما يشرح موقتا إنه مبتدأ جملة حفنتها أي هذا الأمر أو هذا التوريث والأركيسان لحاسين تتنهب كان أرد عيسو الله صلى الله عليه وسلم كائنة تي أهاني سوي من بعد وصية أي من بعد تنفيذ وصية دردارا فلنتي كجمال دردارا كاس يوصي دردارا ما يميت بها دردارا كاو أو دين أو بعد قضاء دين دين مكا لقود لولا مكا لقب بحيو أيا هوليه كالوضع دعيا إلا لولا لقودنا معقول مكا ماها إذن الله سبحانه وتعالى ما كل حلي آباؤكم آبياشين وإذنك إذن دالي إيو أبناؤكم إي أولاد إذنك أردشان لا تدرون ما قرن إيسان أيهم كودي أقرب دوام بدن لكم إذنك نفعا حقا واحتركا وحلقا يا أبا قفك إني سويدوي لهذا هذا أصليه لهي مثلا ما أبا أبضي بمعنى ما ويل كان ألام أبضي عدة نفع له إله سبحانه وتعالى ما قرن كرا إذا بمعنى وليالك النبي صلى الله عليه وسلم حديث بحكوس أرى إن الرجل لا يرفع بدعاء ولده من بعده نيكو حلقية درجة إنه جار ولد ولا أدعى إلى سبحانه وتعالى إنه مكا رفع كسية وحكوا صار أرى إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث هدو جير يود عمل كيس وجاي محاكم إذا ولد صالح يدعو له ويل ونكسر إلى سبحانه وتعالى أبر وما إلى ذلك إذا إلى سبحانه وتعالى وكرانه مكا وحل ليري أذن أيضا آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب جملة اسمية ذا جلال بعدي آباءكم مبتدأ معطوف كساء إلى آخر كلاجار جملة فعلية الوصو ختمه خبر مبتدأ وحي تلمام يسوح عليه وحي بطريقة غير مباشرة بطريقة غير مباشرة هب سي أضطبا بأيض وحي تلمام يسمى حا وحسنا لو قيمي حال إذنكم ما كان جارن كفتان حلاقي يا إني عاطفتك وقاعد أبيه أنا صرت إيه هنا الدنيا ذا إما وأنا سكان سينيا أمو ميسو مايا أولت كي عندلا يوم هم سن ها وفر أنا صابوا هنا الدنيا ذا إما هو لا هذا اللي كلي ما درس مرة إذا إله سبحانه وتعالى أبان يسوي وحسي ولد في يسوي وحسي إذا كم مركب ما جرّن كرت يا جرّن كرا مركب العليم الحكيم وحنا موجنا عيادة يسيد إله سبحانه وتعالى وشوف جنانا ذي هذا نوع هذا فريضة هذا فريضة محيك خرب جانته مصدر مؤكدة ومعناه يوصيكم أي يوصيكم الله ومعنيه سؤيه أي يفرض عليكم أما يفرض الله سبحانه وتعالى إن كفرض إليه فريضة فريضة إذا ما مصدر مؤكد كي تأكيد لي أن فريضة حال التعميد إذا لفرض إليه فريضة ونسود بسنة كلمة دا كلية ونسود التاق أن مركا سود التاق أن سود التاقنا فشرحنا يعني قوين إله سبحانه وتعالى إيا قوين فريضة من الله إلى حقيقة آت إن الله إلهي كان وقوع هذا عليم قال لي علمي بلان حكيما افال صنع سن علم شنو ونكسنت هذا انا ما شتم اننا اهتماما ان المكسوره اذا اختتمت او اذا اختتمت بالجمل هذه لو ختمت علي البيفاء ليس ليش الله سبحانه وتعالى وإليك إليك ودين ويا آباءك وأبناءك إلى ذلك الحقشان ليش الله سبحانه وتعالى لم يوكل هذا الأمر إلى ملك وإلى الرسول محل ودين ورسول إملك إني قيبيان ليش محكمة دي قاضي محل ودين ومحال إن الله كان عليم حكيم إلهي وعلم بضي إساك كراهي سو هذا الذي مدي دين الذي كمن في علمك أها يولى ردشين مكال أبيني مكال ديري إلهي سبحانه وتعالى كران كرا هذا الحكيم معنى الوامح قف البابا سامي أولي هدي لي ذكر مثل حظ الأنثيين إلي حكمة واحد والولد جيدا معنى هذا الشيء والضباء ماشي اللي قلت لك قلي الوقت اللي قلت لك قلي يسير اللي قلت لك قلي إيه وجيدي اللي قلت لك قلي إن لديه
إذا حكيمكم عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى أمرك إن للذكر مثل حظ الأنثيين حكمة ساك إساءة قرانة ومناسب كوا إن ويلك الله بدي جواد أنا الله يري مركو لي هاي هو أنا وقتي على سي سدس مرنا ثلث هلا سي مركو لي أبانا ما فرض هكو قات مرنا تعزيف الله أقدر إلى سبحانه وتعالى إساءة قرانة وح إنك أنا فهمي كرنما إذا ماك حيك قوسك حيك قوسك إنك أنا سامي سنة مجالكم على إن بمعنى أني عقلي كاون إن محقوس عليه ما هو قاضي دجما ما قران كر إلهي سبحانه وتعالى يقان يسوي ما كود دينه هذا القرآن كمرك وسي وذا رب العالمين جل وعلا ولكم إنكم حليلهم حرك ذاتهم وحليلهم برب العالمين لي هاي نصف ما شيء بركي بدليلهم ترك ولكم حلين حرك ذاتهم نصف ما شيء بركي بدليلهم ترك أي كتجان أزواجكم هويكين أي كتجان إن لم يكن هدان أهان لهن هوانك ولد ولد هدان وجوغ إنك نصب الليل فإن كان هضوء هذه لهن هوانك ولد ولد هدي إليهن فلكم حلين الرقو الربع عفر ضلال ضلال ومما كي حقي كمدة تركنا هوانك كتجل وقارمة من بعد وصية أي من بعد تنفيذ وصية دردارا أوفنتي كذب دردارن كاس يوصينا أي دردار ميان هوانك بها دردارنك أو أمس دين أو بعد قضاء دين دين مكلك ذكدي ولهن هوانك نوحي إليهن الربع فردرات ضرب إليهن مما كي حقي كليهن تركت منك أتكتك تنرغو إن لم يكن هدان أهان لكم إليك ولد ولد هدان إذي جوغن فإن كان هدوس أهالي لكم إليك وإذي جوغن رغو ولد ولد أردشان فلهن هوانك وحي إليهن الثمن السديد دلال دلال بإليهن مما كي حقي تركتم أتكتكتين بإليهن رغو وقارمة من بعد وصية أي من بعد تنفيذ وصية دردارا أو فنتي كذب أو دردارا كاسو توصونا دردار ميسان رغو بها دردارا كو أو دين أو بعد قضاء دين دين مكة لقود كذب وإن كان رجل ننهى بيوهي يورث مكة لنحليه كلالة هدو يهمينا والد يولد بلهين أو امرأة هواني أو بمعنى لدحل كلالة هدي أيته وله ميت كلالة أهنا أخ ولا أوليه أو أخت أما قبل لدحل أوليه من أم ما شاكين مكة تابع ضروري فلكل واحد المتك استبوحا وهذا أو منهما لبلاء أو ويلكي إيقابد إيه أو لدى الشيء بمرجي إذا قابد إيه لدحل تيويلك لدى الشيء حقه إذا كانوا ولاءها السدس لحضرات دولات بيليين فإن كانوا هديئيهن إخوة الأم الإخوة الأم بعد الله ياري أكثر كوي بضن من ذلك عدد كوي كبضن الله إن كبضن هديئيهن فهم ولاليه حقه إذا كوي ولا لوري شركاء وحي وذولاقان في الثلث سدح دولات دولات بيوضقاضايا من بعد وصية أي من بعد تنفيذ وصية دردارا فلنتي كذب دردارا كاسو يوصال دردار ما يو بها دردارا كبا أو دين أو بعد قضاء دين دين ما كان لك تكدل غير مضار أي غير مدخل الضرر على الورثة يسروا أنا كوكينين واحد يباتاه كوي ورثتها محاسدا لغير ومن ضن وصية أي يوصيكم الله وصية إليه سبحانه وتعالى إذن دردار ما يو وصية رسول من الله إليه حقي كآتي والله إلهي عليم أليه علم بضموه حك حليم أدرقات بضى رب العالمين جل وعلا إذن أيضا ولكم نس ما ترك أزواجكم إذن هنا ولدك وحل ولد يدا ولدك عليك أرض الشيء بن الصلب يدوك على كسوة قعي إيوه كوة أرض الشيء وحيسير دلان ولشي أرض الشيء وحيسير دلان هراء السيوة مركب ماشي وحسوك قليا هالنقدان لم هالنقدان أما وذكر هن أما وبدي هالنقدان أنتم مكوا يسوق جريان وما إلى ذلك أما وإن كبضا أو إجماع وإجماع ما كقولتم علوم المركة وعليه إن هدي إذا لغة العربية المركة فصيحة مركة لتاعين هاي نكون وزوج هؤلاء نكون وزوج لكن للتفصيل إيو إلا كلا صار للتمييز بزوجة يزوج لويني لكن أصل كوام حين نكون وزوج هؤلاء وزوج إذا مركة ولكم نسوا ما ترك أزواجكم ما إيش لقيته لها ما ترك أو ما تركنا زوجاتكم ما شرعنا لها بالقرآن كيف عليك سيد أزواجكم سيد فصيحنا وسيد القرآن كوقاتوي أنت كلوى عامية وحيدهان عامية ومتفصحة ومركة دون فافتوض إذن هنا مركة آيات مركة وحيد نوم وجسي إن
رجع أي قاضيان half وحي هواكود أي كتجد لكن ما قرمة هدي ولد أنا مجرد أو هواين إذا أنا لهين ولد إنك لا أصعد شيء أنا مدي ولد أنا مجرد يعني ولد كأم الله هالنقل أم الذي هالنقل هدي سأولاد إليهين رجع حي قاضيان أفر ضلال ضلال بقاضيان هاس بمركو سود دجن وحكى له هدنا ليري هواكود يو وحي قاضيان أم هل هالنقطة أم الله هالنقل أم سد هالنقل أما هذا فرح النقض أنت يدون هذا النقض أنا القرآن كما ركوا حتى المامي إن قاضنا ربع وقارمة وعيد أي تلمانتين ولهن الربع مما تركتم وقارمة إلا كم لم إلا لم يكن لكم ولد هذين ولد أيضا لهينين لكن هذه ولد إذا جوا هو كنت هذا يعني القرآن كما ركوا حتى المامي ثم بمك جالسي إذا هنا مركة وحاسكم هذا مكة يأتي أما الله هذين أما سدحيهين أما أفريهين ربع عاص يكون كباك وضد الحياة عيد مع ناس يمك تلمانتين يوضو الضوضة إن شاء الله مركب حنسود الاستاجنة مساء إشاء يوح مركب كرت ما يحكام تيدا إذا موضوع عسو عدي هاي أو دبلا ولا من ماي من بعد وصية أو دين أو يوصينا بها نوان ما لم صادقني أو دين أيدي ولا مت وحصل رأينا دول استاجنة قوله جل وعلا وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة كلالة لغة عربية مركب علوم ضعيف سيريان وحيكون مجعبان وكلمة دس ومصدر أو معاني إذا معاني فلبضم بعض الشيء وحنا كمدة تكلله النسب إلى أحاطة مركة وقفه كان وحكوح من نسب كأيهين قرابة أي تكلله بمجعبة سادرت بإكليلك لغة العربية ومنزلة ومنازلش قمك كمدة وأقوام مركي يعني ما دام منزلة رسو أي قمك أي كوبت أو وليسي بلغو مجعبة إكليل وتابع المضاة تماما وحكوها كلالة لغة العربية تاج كان عمامة مضح على صارته ما دام مضح يدبوليس وما إلى ذلك إذا لين هدور لنتو ولدنا أن اللهين وقول علي وفرع ملها أصولنا ملها آبي أبوي ماشي مجوغان لو ما دام يجوغين إذا عيدا لح ليس وكلالة دي ما لح ليس وقول كان وقولك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقولك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأكي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأكي جمهور أهل العلم إن لم يفسره من لا ولد له ولا والد كلالا إلي لا عد أنا لهين أما قفك أنا لهين ولد يوالد أنا لهين يعني ولد يوالد ملها وحيسك كفر عم ودلا يحيسي دلا إن مجرى وحيسك دلا يوح كلام مك يكسر جيدان أبي وهو يحكسر رأي ولد يحكسر رأي أنتم مك مجرى معناه ومعناه لقاتي رمض مك وأنا معنا رنتي ماشي سله وإلا لغة عربية كلالا ما دام أي ميت كهري رسيه كلمة دون أصلها هريران أي تهج ويبناتها مكة معناها سين ومكة وغوت الماما إذن وحي كروا كوفة سيرين الكلالة ما كانوا الوفة سيرين إعراب تقال كوت بوسود وين الإمام القرطي مكة مال إنه قد توحي أعتبر وش إنه ولا هذا هاي اللغة العربية إذن هنا مكة أيضا حيلا وإن كان رجل يورث كلالة إعراب تينا هرتو قد بين نبينا الله سبحانه وتعالى كان هديئا مكدب إنه كان تاما ومركا إن قلت وإن كان أي وإن وقع هدول رجل كان تاما يضع كفلا خبر منصوب ومبعنا يضع كفلا حالة إن قلت معناها سوى معنى مركا ماشا إذا في هذه الحالة إن مدير مركا يورث لنحلي أما وارثه وإن كان رجل هدوء هذا رجل كاس يورث لنحلي وارثه كي نحلي هدوية كلالة هدوية معناها سوى معناها كواك أو بمعنى إن دعنا مركا كلالة يضع وحي صفة تهي مصدر محذوفة أي معذوف تهي وما إلى ذلك أما هو بمعنى يورث وراثة وإن كان رجل وإن كان رجل نبي هنم ننكاس يورث لا دحلية وراثة أحلل لا دحلية كلالة هدوية إذا مرك كلالة يضع وحي صفة تهي مصدر محذوفة أو لقسو دلالية يورث لقسو دلالية وراثة وراثة النقط ومعنى معناها لو قلنا ان مثلا كان بمعنى تام وان قد يورث في هذه الحاله ان قد نعت لرجل وان كان رجل هدوء هذا رجل كاسو ولد مركو نعتين وصفين يورث لرحله اذا معناها مركو صورتكم اما حاجه يا ابا ان على الحال كذلك وان كان رجل يورث كلاله حال ويهي اذا ما ذهلي كتا انت ومركا معاني صدر مركو معاني مركا صورتكم هنا مركا ماشي المركا قران كله اخوه الشاي هنا واحد لقول شيء إخوة آخر الصورة ما كان جارنا إخوة لقول شيء والله سبحانه وتعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين بليل
لكن انت وحربوش اخوك الربوش وان كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ واخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث لم يددي فهم شركاء في الثلث تنضمن واحد تري للذكر مثل حظ الانثيين هيك كالدوين مر اذا هنا مكة ايضا اخوه لك هذا الشيء واخوه لام او شقاكم لها الاخوه الاشقاء كوي ميت كو ابا كو هيا شقاكم لها الاخوه لاب كوي ميت كو ابا شقاكم لها وحي كهذا الشيء كلي ميتك ولا لها كو يرى بدليل حامو جن القرادي ابن مسعود عمرك اقرين فديجر اخوه وان كان او اخ من اخ ابو ديجر ومرك اقرين وان كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ واخت من ام ديجر مرك اقرين اذا اقرضا صامو جس نصوص ترى مرك وي عبديس هذا مرك كما تعلم اذا حلينا مرك ايضا حتى ان اركينو ان هرتال واخوه الام بك هذا الشيء ايضا جرال كايمان دونت وحي كهذا الشيء او خلاف كما تاغنا الاخوه لابي ام هم قدان اخوتي ما اركتي اشقضاها كو ام حي كدخليا للذكر مثل حظ الانثيين ما كاسم الدين يا والله شيء مركا ان مركا شقى كلهم اذا هنا مركا مساله ده وهي كم توحيابها الاخوه اي يو مركا اي لا غار نقدان الاخوه لام اي لا غار نقدان هدو ميت وي هي يعني ما يبعد انت ولدنا ما لها والدنا ما لها هل ولد بكتي او حق هويده وحو قادنيا سدسكي بعد الشيء ama gabar bukatay la walaala suudiski baa la sheegay ama waxay noqdeen dhowr bay noqdeen wiilal iyo gabdhay noqdeen saddex shan bay noqdeen toban bay noqdeen inta isku soo buundada form shuraka oo fi thulathi saddex dalal dalal bay wada wadaagay inta ka shaqo kumare idan waa mas'alada ay markii hata culimada ay ku magacaabaan mas'ala al-himariyya ida bimaana ilan abahood sababti yani bimaana ma daa aba ma sha'an joogin oo meedka ay ugu soo wadaan tuurteen xagga hooyada ay waxay qaateen إن تابقات سدح ضلال وماشي إذن اجعل أبانا حجرا أبهن بقى حكا ديقام اجعل أبانا حمارا ضمير بها يسكن نقضى وإرميه في اليمي بدا كتور هنوع حسابا هدي أبا مبعنا كأنه غير موجود وما إلى ذلك إذا معاني ذا يكمل تاهي ومركي مسألة علوم الاهتمامية إذا هنا ومال لسي وأن الله سبحانه وتعالى يمركا أعضان إيا مركا مثال إنه وبمعنى وأنا ماشى علوم الاهتمام في الفرائد مركا للجوغو موضع الذكر كأي أنثى لبي يددك أي حالك أسن ميان مجر إلا هذه المسألة مويان لبي يددك محان سوءين قاعدة محان هاي إن وقاتل الذكر مثل حد الأنثيين مسألة ذكرية في جميع الفرائض مركز الجوغو ذكر كأي أنثى لبي يددك أي يهين 50-50 وحواء أنا إسدارين ومركز الجوغو إخوة لأم وقرآن كإسان فهم شركاء في الثلثي مركز مسألة ذكرية في القرآن مركز كجرتة أما بمعنى في الفرائض مركز كجرتة مثلا هدي هواني بعد ما تي وحكتك تي نيكي يد قوي يحكتك تي هويل بكتك تي يحكتك تي ويل يد بمعنى حق هو يد كلا ولا لا حارسين يا مركز زوج كيم سوق قاضنيا هاي زوج كيم سوق قاضنيا نصب قاضنيا هويل مسي قاضنيا سه ماشي إخوات وعمل عساهد أخا ماشي جوج مسي قاضنيا سه ثلث ده ما دام ماشي الجوغان اخي مسو قادن اخ الام ما بقى قادن ما دام كل وياه قران كان نحن شيء اخ واخت هاي فلكل واحد منهما سدس بقى قادن معناها هدي اي كتكت مثلا هدانا وحي كتكت لو ويل ولا ده شيء او وحي كتكت لو هو لو وحنا لدي اذا قبل ولا ده شيء مثلا مرك حاله دي لو وحنا لنا مرك زوج كل قادن مسو قادن هوي وحي قادن سدس بقى قادن ايسا لا ولا الاخوينك اختينك راح يقالن ثلث ما دام اي ينفهم شركاء في الثلثي اذا محا حد بي هو يلا محا كسور اذا ماشى ثلث محا كسور اذا ماشى وحا كان اخ جوجا اما ماشى وحا كان اخ ماشى جوجا يا كان يعني بمعنى مساله هذا اهتمام ان ما دام اخ وجوجا اخوه جوجا معناه مركه هوس مركه بعد اذا الله سبحانه وتعالى قران مركه لي هذانا غير مضار غير مضار وحل لجيدا وصيدا منك مركه دردار بيو وانه سن وصيدي الى دردارن كلهن يم ودردارن يعني حالها يستوى حقوق الدري انا قف ان دين لهن وانه سنين هل بالدين ولا اسوغر انه احسن بيت هل اسك الى لي ومعناها سو معناها خطر حولان حولا ما كان قيبنا الله مرك فلي ولكم حالين رجو نسوا ما شيء بكي والذي ترك اي كتجان ازواجكم هوينك اي كتجان بالليلين ان لم يكن هدان اهان لهن هوينك ولد ولد هدان اهان وحبه هدان يدارين وبمعنى وامحي أولادك لا أجوك تهداني الجرين ف
فإن كان لهن هوان كي هدي هو هذا ولد ولد وهوان كي ولد بعد جوجا لب ونقون كرا ندي ونقون كرا مد ونقون كرا لب ونقون كرا فلكم حالين رجوا الربع عفر ضرال ضرال بالليل إن ما كي حقي ترن هوان كي كتجد وقارمة هذا التوريث من بعد وصية دردارا كجلال أي من بعد تنفيذ وصية دردارا مكلا وفي كد كجلال دردارا كاس يصين أي دردارا ميان بها دردارا كهوانك أو دين أو بعد قضاء دين مك دين لبتو ولهن هوانك وحي ليهن الربع بيليهن أفر ضرال ضرال بيليهن أو مما كي حقي يكليهن تركت منك أتكتكتان أما هل هن نقطو أما الله هن نقضين أما سد هن نقضين أما أفر هن نقضين إن لم يكن لكم ولد هدينا ولد نهينينا ويلي قبل روحي الدوان أما هن نقضو بمعنى ولد كما كي لنا نحوش أم لنا يا ولد الولد كي وإن نزل وسيس عنا يا وقار ما هدنا بمعنى إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم هدو سئرين هذا ولد ولد أولاد بعض أشياء صوما فلهن وحي لين هوين كي أتكتك تان الثمن سدير دولار دولار بيليه نما كي حقي بكلين تركتم أتكتك تان والحكي وقارما من بعد وصية هذا التوريث من بعد تنفيذ وصية دردارا مركز له فيول دردارا كاسو دردارا مركز له في كجرال دردارا كاسو توصون دردارا مثلا بها دردارا كيو أو دين أو بعد قضاء دين دين مركز له فيول وإن كان رجل هديس أو نقضى نن نن كاسو يورث لرحلة كلالة هدوية أو وما كان كدين كان أو ناقص هذا كدين أو إن كان رجل نن هديل لهلا نينك سيورث الرحلة كلالة حاله مركب حالين سادات عن كديتين أو امرأة أهوين ولا رحلة كلالة هديئته وله ميت كان أخ أولي هاي ولال أو أه من أم من حقه هو يده أو أخت أما جبر لد على توه من أم من حقه هو يده كلالة لتي فلكل واحد ميت كست أخ الأم كي أم أخت الأم كي يوحي ليه ومنهم الوضع كم الأسودس بيلي إذا ما حكوا قال يا شأن كله الإخوة الأم بمسألة إنه قاع كتهاي وماشي كلية المسألة الوحيدة التي يستوي فيها الذكر والأنثى أي مكة سمة ينوي الله مكرر إليه فإن كان هديئهن إخوة لأمه الإخوة لأم وولاله ميت حقه هو يذكر كلا ولا لاءها أكثر كوي بلن من ذلك كعدد كإنك بلن ميت كلية الله يسدح بين نقضين فهم يوى رمبا لبي بدي قول إسكو صدو دوبة شركاء وحي وذاقان.